المغول والتتار احتلوا العالم من كوريا لحد بولندا، دمروا موسكو وكييف، قضوا تماما على الدولة الخوارزمية وأبادوا أهل بغداد وارتكبوا أبشع الجرائم. احتلوا الشام ونهبوا وأذلوا حكامه وخوفوا العالم كله، ومصر هي اللي كان عليها الدور في طريق استيلاء المغول على العالم كله، وبسقوطها كانت هتكون نهاية العالم الإسلامي. محدش توقع عكس كده، لكن المغول ما عملوش حساب وجود الملك المظفر سلطان مصر سيف الدين قطز أو باسمه الحقيقي محمود بن ممدود بن خوارزمي شاه، من أصل تركماني من الدولة الخوارزمية اللي المغول أنهوا وجودها. وعشان تعرف قصة سقوط الدولة الخوارزمية وبغداد على إيد المغول، ما تنساش تدخل تشوف الفيديو اللي فات واللي قبله وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. المهم، سقطت الدولة الخوارزمية وقطز كان طفل، والمغول أخدوه وباعوه واشتراه أحد أثرياء بلاد الشام وأطلقوا عليه اسم قطز، ودي كلمة تترية يعني الكلب الشرس اللي شرسته وقوته في مقاومته لهم وهو طفل صغير. وبعدين اتنقل لمصر واتباع كعبد أو مملوك للملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر وقتها. دخل مدارس المماليك وتعلم فنون القتال وبقى من قيادات الجيش المصري المملوكي. تعالوا بقى نشوف حال مصر كان عامل ازاي قبل ما يوصل لها المغول وقبل رسل هولاكو ما تهدد سيف الدين قطز. قلنا في الفيديو اللي فات ان مصر كانت تحت حكم المماليك والشام تحت حكم الأيوبيين، وكان عندنا مدن هنا بقالها 150 سنة محتلة من الصليبيين وبقت إمارات صليبية، يعني الأمة الإسلامية ممزقة وكمان في أراضي منها محتلة. وكمان جت الحملة الصليبية السبعة من فرنسا بتحاول الهجوم على مصر لكنها هزمت في معركة المنصورة الشهيرة. لكن بعد انتصار المسلمين توفي سلطان مصر وقتها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وبعدها على طول ابنه توران شاه يتقتل. مرات الملك الصالح شجرة الدر مسكت البلد، وعشان هي ست كان في خلاف كبير ازاي واحدة ست تمسك البلد، فتجوزت واحد من المماليك اسمه عز الدين أيبك وتنزلت له عن الحكم، لكن كانت عايزة تحكم مصر عن طريقه، لكنه طلع عنده شخصية وما سابهاش تحكم مصر. ساعتها بقى كان في جماعة تانيين من المماليك برضو بس كانوا عايزين يستولوا على الحكم، فعز الدين أيبك يقتل الكبير بتاعهم اللي اسمه فارس الدين أقطاي، فيهرب أتباعه اللي اسمهم المماليك البحرية إلى بلاد الشام، وكان منهم الظاهر بيبرس. شجرة الدر بقى ما عجبهاش إنها ملهاش كلمة في حكم البلد، فتقوم تقتل سلطان مصر جوزها عز الدين أيبك، وقالت إنه توفي فجأة أثناء الليل عشان بعد كده يكتشفوا انها دبرت لقتله عشان يتم محاكمتها ويجيبوا المنصور علي ابن عز الدين ايبك يحكم مصر. ابنه علي ده كان طفل صغير وتم تعيين سيف الدين قطز وصي عليه. شايفين بقى الحالة السياسية الصعبة دي اللي حال البلد فيها مش مستقر، وكل شوية حد يقتل التاني عشان يستولي على الحكم، وكل واحد من دول له اتباعه ومحبيه، والبلد في حالة انقسام، ده غير الحالة الاقتصادية اللي كانت سيئة جدا. في الحالة المنيلة دي كانت كل شوية تيجي اخبار المغول لمصر، تسقط بغداد وتباد ومصر في خلافاتها السياسية، المغول يستولوا على بلاد الشام ومصر في خلافاتها السياسية. وده كان فرق الحجم بين دولة التتار أو المغول ودولة المماليك في مصر، فرق موارد ومساحة وقوة وعدد، ده غير استقرار في دولة المغول واهتراء سياسي في الدولة المصرية، ده طبعا غير سمعة المغول المرعبة والدموية والوحشية. ومع اقتراب خطر المغول من الحدود الشرقية لمصر، كان السلطان علي ابن عز الدين أيبك عنده 15 سنة، وكان كل اللي بيعملوا ان يقضي وقته في ركوب الحمير والتنزه في القلعة واللعب بالحمام. ومع كل خبر جديد يصل عن وحشية التتار كانت الاحوال في مصر تزداد اضطرابا. بعد ما استولى التتار على بلاد الشام وارتكبوا فيها الجرائم والفظائع، بعت حاكم حلب الناصر يوسف رسالة الى مصر يستنجد بعسكرها. اجتمع الامراء وقادة الجيش في قلعة السلطان الطفل ده، قطز اللي كان ساخط على لا مبالاة السلطان الطفل وتحكم امه فيه وتدخلها في شؤون الحكم، راح قايم وقايل للامراء ان الموقف يحتاج الى سلطان قوي قادر على التصدي للعدو المغولي، وان الملك المنصور علي صبي صغير غير قادر على حكم المملكة، وراح قايم باعتقاله هو واخوه وامه في القلعة. وراح قطز قايل للامراء اني ما قصدت الا ان نجتمع على قتال التتار، فاذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالامر لكم في السلطنة ما شئتم، عشان يكون كل امال قطز انه يقدر يوحد المسلمين ضد التتار، وتحصل مراسلات بينه وبين الظاهر بيبرس عشان يرجع لمصر هو والمماليك اللي معاه لمساعدة سيف الدين قطز للتحضير لمحاربة التتار. في الاوقات دي توصل رسالة هولاكو المرعبة لقطز، بيأمره بعدم المقاومة وبالاستسلام وبيهدده انه هيبيد اهل مصر لو ما استسلمش له. الرسالة اللي اتكلمنا عنها بالتفاصيل في الفيديو اللي فات، عشان يرد عليه قطز برسالة اقوى منها ويقطع راس رسل المغول الاربعة
ويعلقها على باب زويلة في القاهرة. كان لازم قطز يبتدي بسرعة في تجهيز الجيش وإعداد التموين اللازم له والأسلحة والإمدادات، لكن ما كانش فيه أموال كفاية في خزينة الدولة والوضع الاقتصادي كان سيء جدا. قطز جمع مجلسه الاستشاري وسلطان العلماء العز بن عبد السلام واقترح فرض الضرائب على الشعب لدعم الجيش. فقطز سأل العز بن عبد السلام وأخذ رأيه وفتواه عشان يرد عليه ويقول له: إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم كله قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة، وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. العز بن عبد السلام بيبين لقطز بأنه لا يجوز فرض الضرائب على عامة الشعب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع العامة في الممتلكات. سمع سيف الدين قطز لفتوى العز بن عبد السلام وبدأ بنفسه وباع كل ما يملك، وأمر الأمراء والوزراء بأنهم يعملوا ده، وتجمعت منهم الأموال دي وأنفقت في تجهيز الجيش. قطز اختلف مع أمراء المماليك وقادة جيشه في خطة المعركة. قطز كان شايف أنه جاهز الجيش ويخرجوا لقتال المغول في أرض فلسطين، أما الأمراء كانوا شايفين أنه يستنى المغول في مصر. وبعد نقاش طويل اتفقوا أنهم يخرجوا بالجيش لمواجهة التتار، لأن أمن مصر بيبتدي من حدودها الشرقية مش من داخلها، والسبب التاني أنه ينقل المعركة في أرض المغول، وده هيأثر فيهم لأن محدش عملها قبل كده. قبل الخروج بالجيش قطز كان عايز يهيئ طريق الجيش لمحاربة المغول، وطريقه كان هيمر على عكا اللي كانت إمارة صليبية وما كانش ينفع يهدر طاقات الجيش في قتال الصليبيين، فكان لازم يضمن حيادهم في الحرب ويحمي ظهر جيش مصر. فبعت لهم رسائل للتباحث حول إمكانية عقد معاهدة سلام مؤقتة بين المسلمين والصليبيين، واتفقوا على الهدنة وإن في حالة انتصار المسلمين على التتار فالمسلمين هيبيعوا الحصنة بتاعت التتار لأهل عكا بأسعار رخيصة، وفي المقابل الصليبيين في عكا هيساهموا في إمداد المؤن لجيش المسلمين. ووافق صليبيي عكا على الهدنة عشان هم أصلا كانوا خايفين من التتار، وعشان برضو حالهم وجيشهم كان ضعيف، فخافوا يرفضوا الهدنة. فقطز ما يتبقاش له حل غير إنه يحرر عكا عشان يحمي ظهره، وهم ما كانوش قد الحرب. وبكده أصبح طريق قطز مهيئ للخروج ولقتال المغول. بدأ جيش المسلمين بالتجمع في الصلحية في محافظة الشرقية، وقطز قسم الجيش لمقدمة كبيرة نسبيا ووضع فيها أفضل الفرسان وأكثرهم خبرة، وخلى على قيادتها الظاهر بيبرز. وبعدها بقى يجي باقي الجيش، وخلى المقدمة اللي بقيادة بيبرز تتحرك قبل باقي الجيش، بحيث لو استخبارات المغول شافت المقدمة تفتكر ان ده الجيش كله ويعملوا حسابهم انهم هيقتلوا جيش صغير. وبدأ تحرك الجيش في شهر يوليو 1260 ميلادية، يتحركوا على طول البحر المتوسط، يعدوا رفح وخان يونس، ووصلت المقدمة قبل باقي الجيش لغزة. غزة اللي كان فيها حامية مغولية صغيرة. الحامية المغولية الموجودة في غزة اتفاجئت ان في مسلمين جايين يهاجموا عليهم اصلا، ودارت معركة صغيرة بين الحامية المغولية وبين مقدمة الجيش المصري بقيادة الظاهر بيبرز، عشان ينتصر فيها الظاهر بيبرز ويقتل بعض الجنود المغول ويهرب الباقي لجيش المغول الكبير اللي كان معسكر في سهل البقيع في لبنان. مع انها معركة صغيرة الا انها معركة مهمة جدا، لانها كسرت وانهت العبارة اللي كانت رائجة جدا في الزمن ده وبتقول: إذا قال أحد لك أن التتار يهزمون فلا تصدق. وشاف المسلمين أن المغول بيهربوا ويجروا قدام عيونهم، يكمل الجيش المصري حركته حيز البحر الأبيض المتوسط، مرورا بعسقلان ويافا وطول كرم وحيفا، لحد ما يوصل للإمارات الصليبية اللي اتفق معاهم على معاهدة السلام، ويبعت أمرا ورسل عشان يطمن أن المعاهدة زي ما هي. وبعد ما اطمن الطرفين أنه كله تمام، يتجه من عكا للجنوب الشرقي عشان يدور على مكان كويس لقتال المغول. في الوقت ده كات بغا قائد الجيش المغولي يوصلوا الجنود اللي هربوا من معركة غزة ويقولوا له ان غزة سقطت في ايد المسلمين. يتفاجئ كات بغا ويعقد اجتماع مع قادته، يحضروا امير حمص الاشرف الايوبي، وده امير مسلم لكنه كان بيتعاون مع المغول. يقرر كات بغا وقياداته التحرك من سهل البقيع والتوجه لقتال المسلمين. في الوقت ده يختار قطز التوجه لسهل عين جالوت لملاقاة جيوش المغول. وليه اختار قطز المكان ده بالذات؟ سهل عين جالوت هو أرض منبسطة،
والتلال بتحوطها من كل جنب الا الجنب الشمالي، مفتوح زي حدوة الحصان كده. والتلال المحيطة بسهل عين جالوت مليانة شجر ونباتات يقدر الجيش المصري يستخبى ويعمل كمائن للجيش المغولي فيها. بينما قطز بيجهز جيشه للمعركة ينضم له الالاف المتطوعين من فلسطين ومن بلاد الشام للانضمام لجيشه. 2 سبتمبر 1260 ميلادية، يوم 24 رمضان 658 هجرية، وقبل يوم واحد من المعركة قدام جيش أكبر إمبراطورية في العالم ومع التجهيز الأخير، يجي راجل من أهل الشام محمل برسائل مهمة من صارم الدين أيبك لسيف الدين قطز. محتوى الرسالة 3 نقط أهم من بعض: جيش المغول ليس بقوته المعهودة، فقد رجع هلاك ومعه عددا من القادة والجند عند سماع خبر وفاة أخوه. ميمنة جيش المغول أقوى من ميسرته، فعلى جيش المسلمين أن يقوي من ميسرته. أن الأشرف الأيوبي أمير حمص سيكون في جيش التتار بفرقته، وأنه راجع نفسه، وأنه سينسحب ويترك المغول وقت بدء المعركة. وصارم الدين أيبك ده كان أمير من أمراء الشام اللي تم أسره ووافق أنه يشتغل ويساعد المغول، ومحدش عارف إذا كان الأشرف الأيوبي وصارم الدين أيبك ساعدوا المغول في الأول عشان ينقلبوا عليهم بعد كده ويتحيزوا الفرصة المناسبة، ولا هم رجعوا لنفسهم وضميرهم صحي. بس المهم ان قبل يوم واحد من المعركة توصل الاخبار المهمة جدا دي زي الهدية للجيش الاسلامي. يصلي المسلمين فجر يوم 3 سبتمبر المقابل ل 25 رمضان، وبعد شروق الشمس يوصل جيش المغول سهل عين جالوت. الجيش الاسلامي مختبئ في الاشجار ورا التلال، وتبتدي اصوات الطبول العسكرية اللي كان جنود المماليك بيتلقوا الاوامر عن طريقها، ضربات معينة للميمنة وضربات معينة للميسرة وهكذا. وبالطريقة دي سيف الدين قطز يقدر يعطي الاوامر لجيشه ويحركهم بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة للمعركة. مقدمة الجيش المملوكي بقيادة الظاهر بيبرس تبتدي تظهر على اعلى التل، وما ينزلوش على مرة واحدة، لا تنزل كتيبة كتيبة، وباقي جيش المسلمين مستخبي ورا التلال والاشجار. صارم الدين ايبك اللي بعت لقطز الرسالة المهمة كان واقف لسه جنب كتبغة، فبيحكي ويقول: فلما طلعت الشمس ظهرت عساكر الاسلام، يقصد مقدمة جيش المماليك، وكان اول صنجق احمر وابيض. وصنجق يعني كتيبة، فاول كتيبة نزلت كانت لابسة احمر وابيض، فبهت كتبغة وبهت من معه من التتار. بهتم لان دي اول مرة يشوف فيها كتبغة جيش للمسلمين على الصورة دي، اتعود دايما انه يشوفهم ورا الحصون والقلاع خايفين وبيجروا من المغول. قال كتبغة في فزع وهو يسأل: يا صارم، رنك من هذا؟ ورنك دي كلمة فارسية يعني لون، يعني بيسأله لون كتيبة مين ده؟ فقال صارم الدين ايبك: رنك سنقر الرومي، احد امراء المماليك. ثم بعد قليل نزلت كتيبة ثانية تلبس الملابس الصفراء، فتزلزل كتبغة وقال: يا صارم، هذا رنك من؟ فقال صارم: هذا رنك بلبان الرشيدي، احد امراء المماليك الاخرين. ثم تتابعت الكتائب الاسلامية، وكل كتيبة تنزل بلون اخر، وكلما نزلت كتيبة يسأل كتبغة: رنك من هذا؟ يقول صارم الدين ايبك: فصار اي شيء يجري على لساني قلته. يعني انه بدأ يخترع اسامي ويقول دي فرقة الامير الفلاني ودي فرقة الامير العلاني، ويقول اسماء ما كانتش موجودة اصلا عشان يحسس كتبغة ان الكتاب دي مشهورة ومعروفة، فيوقع الرهبة في قلبه. نزلت المقدمة كلها وتمركزت في شمال سهل عين جالوت، وسابت السهل كله فاضي وراها. كانت الخطة انها تسحب الجيش المغولي لجوه السهل، وبعدين الجيش الاسلامي كله ينقض على المغول من كل اتجاه ويحاصرهم جوه. يبص كتبغة لمقدمة جيش المسلمين فيلاقي ان القوة اللي قدامه مش كتيرة، وفكر ان هو ده الجيش كله، فحب يحسم المعركة لصالحه باسرع وقت، وقرر ان يدخل باغلب جيشه وقواته لقتال مقدمة الجيش. وهو ده بالظبط اللي قطز خطط له، يدي كتبغة اشارة البدء لقواته بالهجوم على المقدمة اللي ظن ان هي كل الجيش، فتتقدم اعداد هائلة من فرسان التتار باتجاه مقدمة الجيش. بيبرس يدي لجنوده اشارة بدء القتال، فانطلقوا باتجاه جيش التتار، وارتفعت سحب الغبار من المعركة، وتعالت اصوات دقات الطبول، واحتدم القتال، وثبتت مقدمة الجيش في القتال امام جيش المغول، وكانت مكونة من خيرة فرسان المماليك. قرر كتبغة استخدام باقي قواته كلها لقتال مقدمة الجيش بعد ما شاف منهم انهم ثابتين في القتال من غير ما يسيب اي قوات للاحتياط. استمر القتال على الرغم من الفجوة العددية الكبيرة بين القوتين، ومرت الثواني كالساعات والدقائق كالايام، ثم دقت الطبول دقات معينة، وهي عبارة عن اوامر من قطز الى بيبرس يأمره بسحب التتار الى داخل سهل عين جالوت،
بدأ بيبرز على الفور في تنفيذ الأوامر، فتظاهر للتتار بالانهزام وتراجع وهو بيحارب. لما كاتبوغا شاف تراجع المسلمين أمر جنده بتتبعهم والقضاء عليهم، وبدأ جيش التتار بالفعل في دخول سهل عين جالوت للضغط على الجنود اللي هو مفكرهم بينسحبوا قدامه. وبعد مدة من الزمن ليست بالقليلة دخل جيش التتار بأكمله داخل سهل عين جالوت، وانسحب الظاهر بيبرز بجنوده إلى الناحية الجنوبية من السهل. كاتبوغا وقع في الفخ اللي رسموا له سيف الدين قطز بالظبط. في هذا الوقت نزل جيش المسلمين الرئيسي من خلف التلال إلى ساحة المعركة، وأسرعت فرقة قوية من المماليك لغلق المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، وبذلك أحاطت قوات جيش المسلمين بالتتاري من كل جانب. أيقن عندها القائد كاتبوغا المكيدة اللي انطوت عليه من المسلمين، وفي الوقت ده تنسحب القوات المسلمة اللي تحت قيادة الأشرف الأيوبي وصارم الدين أيبك من جيش المغول، وتسيب المغول لوحدهم في المعركة. وكان لده الأثر الكبير على نفسية المغول، أما حسوا أنهم وقعوا في مصيدة وكمان خيانة في وسط المعركة، وبدأ صراعا لا مجال فيه للهرب أو للمناورة، وبدأ التتار يقاتلون بكل شجاعة، وظهر تفوق الميمنة في جيش التتار، فتراجع المسلمون تحت ضغط التتار الذين اخترقوا ميسرة المسلمين، وبدأ تساقط الشهداء في جيش المسلمين. سيف الدين قطز كان في أعلى التل بيحرك جيش المسلمين وبيدي الأوامر، فبدأ بإرسال الفرق الاحتياطية الواحدة ورا التانية عشان يسد العجز في ميسرة المسلمين، لكن ده ما يغيرش حاجة، وتظل ميمنة التتار تضغط على المسلمين. وعندما تأزم الموقف لم يجد سيف الدين قطز إلا حلا واحد، خلع قائد جيوش الإسلام خوزته ونزل بفرسه ملقي بنفسه وسط ميمنة التتار القوية صارخا وإسلاما وإسلاما. لما الجنود المصريين شافوا الملك بتاعهم بيحارب معاهم في وسط ميدان المعركة التهبت نفوسهم وعزيمتهم، وبدأوا في صد ميمنة التتار، واستطاع أحد أمراء المماليك التقدم وقتل كاتبوغا قائد الجيش المغولي، وانهارت معنويات الجيش المغولي وبدأ سقوط القتلى منهم والتأكد من هزيمتهم. اختلفت أولوياتهم بقى من أنهم ينتظروا في المعركة إلى أنهم بس يفتحوا ثغرة يهربوا منها في شمال سهل عين جالوت، وفعلا قدروا يفتحوا ثغرة ويهرب عدد من الجنود، لكن الجيش الإسلامي يفضل يطاردهم لمسافة 20 كيلومتر لحد مدينة بيسان، ويعيد المغول ترتيب صفوفهم من تاني، وتقع معركة تانية لحد ما أبيد الجيش المغولي كله لم يتبقى عسكري واحد حتى. يقف بقى سيف الدين قطز عند هنا ويرجع مصر يريح شويه بعد المعركه الصعبه دي؟ لا، يقوم حلف عمك قطز بالله انه ما راجع مصر غير اما يطهر بلاد الشام كلها من المغول، عشان زي ما استولوا على بلاد الشام بسرعه فخلال عده اسابيع بس يحرر الجيش المصري المملوكي بلاد الشام كلها من المغول. الانتصار في معركه عين جالوت ساب اثر كبير جدا في روح ومعنويات المسلمين في العالم كله، ورفع طموح المسلمين في تحرير ما بقي من مدن العالم الاسلامي اللي كانت تحت احتلاليه، الاحتلال المغولي والاحتلال الصليبي، وتنتهي المقوله اللي كانت بتقول ان التتار ما بيهزموش ابدا، ويبدا المماليك في استعاده هيبه الاسلام بعد غياب دم لسنين طويله. وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى تكون استمتعت واستفدت معانا يا فندم، ولو اول مره تشوفني فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدخل تشوف الفيديوهات القديمه، وان شاء الله في رمضان ده فيديو جديد كل يوم خميس وجمعه. اشوفكم على خير، مع السلامه.